فرشاة أسنان. منعش وبطعم النعناع. أهلاً إلى الليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في الليزي تاون. عيد فرشاة سعيداً. إنها لي، وهذه أيضا لي. كل شيء لي أنا. وخمسة عشر إلى اليسار. تنظيف الأسنان. قشدة. انتهى البرنامج. تسجيل دخول الابتسامة. ابتسمي جيدا. ابتسامتي. أجل، إنها لي. زيجي، استيقظ، اليوم عيد ميلادك. نعم، أراك لاحقا. يا له من ولد لطيف. يأكل الحلوى. أحب طعم حلوى التوفي صباحا. هل يشبه طعم التوفي؟ علي أن أرسل دعوة عيد ميلادي لسبورتاكس. ماذا؟ حفلة عيد ميلاد؟ ماذا ستجلبون له بمناسبة عيده؟ إنها مفاجأة. ماذا؟ ماذا هديتك ستينجي؟ من أنا؟ حسناً، لقد حضرتها، لكن سأحتفظ بها. ستحتفظ بها؟ إنها هدية عيد ميلاد، لا يمكنك أن تحتفظ بها. حسناً، كل سنة يطلب الهدية نفسها. حلوى توفي. أقل أحدكم توفي؟ أين هي؟ أين هي؟ سمعت أحداً يقول توفي، أنا متأكد من ذلك. ها؟ ترى لما لم تتم دعوتي؟ حسناً، لن أسمح بحدوث ذلك مطلقاً. حان وقت التنكر. أوه، كان ذلك سريعاً. الأرنب مضحك كثيراً. المال. هذا هو المطلوب. والآن ما أحتاج إليه هو هدية جيدة. عندما أقول جيدة أقصد سيئة. وصلتني رسالة. ما هذا؟ تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي الآن. واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا الآن.
الجميع مدعو، الجميع مدعو. الجميع. هذا لطيف، لكن إلى ما يحتاج زيجي فعلا بمناسبة عيد ميلاده؟ أها، وجدتها. كرة قدم؟ لا، شيء آخر. أمر لا يستغني عنه. بيسبول. لا، ربما شيء آخر. حان وقت تحضير خشبة المسرح. ترى، أعلن اليوم يوم عيد ميلادي زيجي. أيها العمدة، أيها العمدة، لا تبدأ من دوني. تحميل يفوق الطاقة. ستيفاني، هذا ما حذرناك منه، أرجوك عليك أن تساعدينا. تكلمي مع عمك. أرجوك، أرجوك ستيفاني. عمي. عمي. أجل. لا يمكنك أن تسمح لباسي أن تلقي خطابه. ماذا يقول؟ قالت إنها حضرت خطاباً لعيد ميلادي. نعم، هذا ما قصدته، فهي تواصل الكلام. وتواصل. 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 أجل، أجل، إذا فكرنا في الموضوع، أعتقد أنها تطيل الكلام قليلاً. قليلاً؟ صحيح. الأمر فظيع. الطقس فظيع، أليس كذلك أنيسة بيبودي؟ أجل، لم يحن موعد إلقائي الخطاب؟ لا أريد أن أضيع الفرصة كي أملأ عيد ميلادي هذا الصبي مرحاً وسعادة. أضفت بعض الأشياء لهذه المناسبة. أشياء قليلة لن يأخذ الأمر وقتاً. أين البداية؟ حسناً. لكن أولاً لنوزع الهدايا. قال أحدكم هدايا؟ نعم، أنا أحب الهدايا. أجل، أجل. والآن من سيبدأ؟ أنا أرجوكم. ولكن أنت دائما تبدأ. أنا هذه هديتي. شكرا 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 لك. استنجا أفلتها. عيد ميلاد سعيد. ما هذه؟ قطعة من حلوى الطوفي، إنها المفضلة لدي. واحدة فقط. ستينجي، كيف عرفت؟ أجل، كيف عرفت؟ تخمين موفق. أيمكنني استعادة العلبة؟ حسناً. حسناً ستينجي، أفسح الطريق. أنا أمر. انتبهوا، هذه هدية كبيرة لك زيجي. أجل. افتحها، هيا افتحها. ماذا في داخلها؟ لما لا تفتحها زيجي؟ هيا. أنا أريد هذا، إنها هدية مضحكة. أحسنت باختيار الهدية تريكسي، انتبهوا، هدية أخرى. أجل زيجي، أحضرت شيئاً لك. نعم، تفضل. إنه ظرف، لطالما أردت واحدة مماثلاً. شكراً. التالي؟ زيجي، يجب أن تفتح. أجل، افتح. أعلم ذلك. ماذا في داخله؟ www.tofi.com. هذا جيد، جيد جدا. يمكنك تحميل أي صورة تريد عبر الإنترنت لأي من حلويات التوفي. حقا، شكرا. يمكنني أن أكلها؟ لا، بل تنظر إليها فقط. ألا يمكنك عدها؟ حسنا، من التالي؟ أما الآن، عفواً. الآن حان وقت خطابي. استمر. تذكرت أنني أضفت 5 دقائق على خطابي فقط من أجل عزيزي ويجي الصغير. ويجي؟ ذلك بعد أن أقدم إلى زيجي شيئاً صغيراً. حلوى الطوفي بنكهة الطوفي. إنها من النوع الأفضل عندي، شكراً. ستيفاني، هل جلبت لي مزيداً من الطوفي؟ حسناً، إلى حد ما. طوفي طوفي غرامي تحليني أيامي. طوفي. أنا أدعو
دعوها صيحة التوفي. سافري، كان ذلك جميلا. أكاد أشعر بطعم التوفي اللذيذ. والآن لننتقل إلى خطابي. سبورتاكس. لم تعتقد أنني سأنسى عيد ميلادك صحيح؟ ماذا جلبت؟ هدية مميزة لك، ستبقى لديك مدى الحياة. أهو تزويد لمدة 200 سنة من الحلوى؟ لا. أهو كيس من المقرمشات بنكهة الكاكاو؟ ها لا. أهي شاحنة مليئة بالآيس كريم الذي هيا تفضل. رائع. تصلها كهرباء؟ لا تصلها بالكهرباء، إنها فرشة أسنان. أجل، ألم تسمع بفرشة أسنان زيجي؟ هي بلا 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 بلا. لا مهلا، دعوني أتفقد جهازي للبيانات. فرشاة الأسنان هي واحدة يمكن حملها ذات شعيرات فعالة وتأثيرها يدوم طويلة. صحيح، تستخدمها لتنظيف أسنانك من بقايا الطعام. لكني أبقي بين أسناني بعض أشيائي. هذا مقرف زيجي. علي أن أمحو من ذهني ما سمعته. إنها كالتي أملكها تماما. وكيف نستعملها؟ ألم تسمع أغنية العشرون مرة زيجي؟ هيا بنا. صغير لك عشرون إلى أعلى، عشرون إلى أسفل، تتم عبره أعمالك. عشرون إلى اليسار، عشرون إلى اليمين، هي حيلة أعرفها تساعد إن طبقتها. لا تأخذ وقتا، حينها تصبح متألقا. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تمر نظف أسنانك مجددا. عشرون إلى أسفل، يا له من رقم سحري. عشرون إلى اليسار، عشرون إلى اليمين، تسم عند السلام ستشعر بالانتعاش. هيا اسمعني، كلامي مفيد لك ولي. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تمر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تمر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تمر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. الرقم 20. أريد فعلاً أن أجربها. لا تحاول إذاً. أجل. واو. لم تتصور فعلاً أنني سأنسى عيد ميلادك. تبدو كالفتيات أكثر منها حتى، وهذا واضح. أنا جنية عيد الميلاد يا صديقي. أجوب العالم وأقدم الهدايا إلى كل الأولاد في أعياد ميلادهم. جنية عيد الميلاد، لم تزوريني في عيد ميلادي ولا مرة. أنت تدينين لي بالكثير، تدينين لي بالهدايا عن السنوات الثمان التي مرت. إذن أين هي هديتي؟ أين هديتي؟ دادا. واو، إنها لي. أجل، ما هي؟ إذن ما هي؟ إنها آلة لصنع الحلوى، يتم تشغيلها بطريقة إلكترونية فوق صوتية. إنها أحدث وأروع آلة لصنع الحلوى. حسناً، هذا أمر لا نراه كل يوم. أتمنى فعلاً أن يسرعوا، إنهم يضيعون وقت خطاب مهم. أنت وحدك يا صديقي تستطيع أن تطلب ما تريده وستصنعه لك. أنا فقط. واو، سأشغلها ومن ثم أقفها. لا، توفي.
أتعتقد أنها فكرة جيدة؟ نعم. بل إنها فكرة رائعة جدا. دع الفتى يستمتع قليلا. هيا اذهب 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 اذهب. نم نم توفي. انتبه. إنه توفي لذيذ. أتريد المزيد؟ توفي. 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 ألفظها وأحصل عليها. لا تستطيع صنع أي شيء. هذا مذهل. توفي. توفي. أنا أريدها. 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 ماذا تفعل؟ ستينجي أرجوك ابتعد عن الآلة. انتبه. توفي. توفي توفي توفي. ستينجي. ستينجي. توفي. توقفي. إنها تعمل. نعم. توفي توفي توفي. القوة القصوى. واو. توفي. هيا توفي. توفي. توفي توفي. نعم. أجل التقطها زيجي. انتبه. توفي إلى الأبد. لا تقلقي يا هدايا، سأبقى هنا معك. انتبهوا. علينا أطفئ هذا الشيء الآن. انتبهوا، يجب إيقافها. ما هذا؟ هيا يا زيجي أبصقها. هيا أبصقها. هيا زيجي. إنها حفلة عيد ميلاد جنونية. ستيفاني استمري بمساعدة زيجي. لدي تماما ما نحتاج إليه في منطادي. سلم. هيا ساعدنا. هيا. علي أن أصل إلى الآلة. هيا. بيكسل اجعلها تتوقف. إنها هدية تستمر بالإعطاء والإعطاء والإعطاء. لا أستطيع وحدي، زيجي يقدر على ذلك. عمي عليك أن تفعل شيئاً، وإلا سيتحول اسم ليزي تاون إلى توفي تاون. لما لا نأكلها بكل بساطة؟ ماذا تقول؟ إنها الحلوى. لما لا نأكل الحلوى؟ لماذا؟ يا جماعة، هذه حالة طارئة. كلوا وانجوا بحياتكم. لا يمكنني أن أكل بسرعة. لا. أطفئها يا زيجي. زيجي أطفئها. أكلت كمية كافية من الطافي. ماذا يجري؟ لو علمت أن هذا ما ستؤول إليه الحفلة ما كنت أتيت إلى هنا. لا، لأهرب. يجب أن أسرع. سنغرق في التوفي. لا أصدق أنسة بالإبادي. النجدة. 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 ما هذا؟ فرشاة الأسنان، أين هي؟ لو كان زيجي يحمل فرشاة الأسنان لكان نظف أسنانه وأمر الآلة بأن تتوقف. أجل.
نظف أسنانك زيجي؟ لن ينجح الأمر، لا. أين وضعتها زيجي؟ لابد من أنها في مكان ما. إن فرشاة زيجي في الأسفل. انتهى أمري. لقد توقفت. ستنفجر. سبورتاكس، هيا افعل شيئا. هيا سبورتاكس، هيا. النجدة، النجدة. أين هو؟ أين سبورتاكس؟ ماذا لو لم يعد أبدا؟ عليه أن يعود، إنه سبورتاكس صحيح. أولا ستنفجر. النجدة أحضرتها. التقط يا زيجي. عشرون مرة إلى الأعلى. زيجي، عشرون مرة إلى اليسار. لا أستطيع أن أرى. النجدة، هيا هيا أسرع يا زيجي. توقفي. أجل، أحسن. بيلفورد، رائع، إنها أجمل هدية على الإطلاق. النجدة، سبورتاكس، النجدة، 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 أنجدني. أسرع سبورتاكس. هذه ليست بجنية عيد ميلاد، إنه رابي روتن. رابي، غير معقول. أتشو، والآن سيبدأ خطابي. بين بان ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أغنيها. بين بان ديجي ديجي دان، كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. لكني كنت جنية عيد ميلاد رائعة. عيد ميلاد سعيدا لك. سارت الأمور بشكل جيد. الباب. إنه العمدة. المضرب رقم 3. إلى الليزي تاون، الأجمل في الكون. هنا روبي يخطط للشر، وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل، ستينجي وتريكسي أيضا سيمرحون معا. حيوية ونشاط، الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في ليزي تاون.
بطلة ليزي تاون الخارقة الجديدة. مفكرتي العزيزة، يساعدنا سبورتاكوس دائما، وأنا أتمنى أن نفعل له شيئاً ما. 148 149 150 51 52 53 54 55. رائع! مرحبا عمي، إلى اللقاء عمي. ستيفاني، نسيت فاتورك. الفطور هو أهم وجبة في اليوم، يحتوي على الكالسيوم، البروتين والفيتامينات، فيتامين ألف، فيتامين باء، وفيتامين. لا وقت لدي، سأذهب إلى اللقاء. أراك لاحقا. أين ذهبت فطيرتي؟ 199 و 200. سبارتاكوس رائع، لم أكن أعرف أن الأبطال الخارقين عليهم أن يتمرنوا كل يوم. أيمكنني الركض والقفز معك؟ طبعا، لنبدأ بحركات الإحماء. حسنا. أنت جاهزة؟ حسنا، لنبدأ. اثنان بعد. إلى الجانب، هيا، إلى الأسفل، إلى الأعلى. حسنا، إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأعلى. مرة أخرى، إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأعلى. مرة أخرى. أنت جاهزة؟ إلى الأسفل. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأسفل. جاهزة؟ واحد، اثنان. اتبعيني، هيا. هيا ستيفاني. أنا آتية. هيا، جاهزة؟ انطلقي. حركيها إلى الخلف، هيا. ابدأ. هيا لنذهب. اتبعيني. هل أنت بخير؟ أجل، شكراً سبارتاكوس. أهلاً بك. ألا تتعب أبداً؟ كيف ذلك؟ أنا أتمرن، أنام جيداً وآكل جيداً. لم أتناول الفطور اليوم. لم تفعلي؟ لا. اذهبي وقفي تحت تلك الشجرة وأغلقي عينيك. حسناً. اذهبي. أغلقي عينيك. حسناً. ومدي يديك. حسناً. أهلا بك، علي أن أذهب. السلم، تابع التمرن. شكرا سبارتاكوس. يظن أنه ماهر جدا. علي أن أضع ذلك الرجل عند حده. ماذا؟ ماذا؟ هذا الرجل يغضبني كثيرا جدا. حسنا، أنا جاهزة. 3 2 1 انطلاق. أحدهم في مشكلة. انتبه! كيتي
تقعين يا تيتسي. أجل، شكرا سبورتاكس. أظن أنه علي تحسين قيادتي، على الأقل ارتديت خوذتي. هذا صحيح، حاولي أن تكوني أكثر حذرا. أجل طبعا. لاحقا. حسنا. السلم. واو تيكسي، هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير، كانت جولة مسلية. أعرف كان ذلك رائعا. أوبس، كانت هذه فكرة سيئة. أجل، آمل أن تكون نقودي في أمان في الداخل. إذا أنقذك سبورتاكس. أجل، أنقذني. من؟ دائما يقوم بأشياء لطيفة. من يقوم بأشياء لطيفة؟ سبورتاكس. أجل، دائما يقوم بأشياء من أجلنا. علينا أن نفعل شيئا من أجل. أجل، فكرة رائعة. مثل ماذا؟ حسنا، لنكتب بعض الأفكار. أجل، لنفعل هذا. أجل، أفكر، 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 أفكر. لا شيء. حسناً، أولاً علينا أن نبقى بعيدين عن المشاكل. صحيح. أحدهم في مشكلة. النجدة! 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 شكراً سبورتاكس، شكراً. أهلاً بك. هل تريد حلوى؟ لا شكراً. أجل زيجي. علي أن أجد طريقة للتخلص من سبورتاكوك. ماذا لو تنكرت؟ زي بقرة، أذنان كبيرتان جداً، منتفخ الشعر. إنه فارغ مثل رأسي تماما. لا أعرف ماذا سأفعل. ما زلت لا أعرف. واحد، اثنان، ثلاثة. صخرتي تسحق مقصك. ولماذا؟ لأن صخرتك لي أنا. يا رفاق، يا رفاق، احذروا ماذا حصل؟ ماذا؟ ماذا؟ لقد كنت على شجرة هنا هذا الصباح أبحث عن الحلوى وسقطت عن الغصن. أنت دائما تفعل هذا. لكن سبورتاكس قام بإنقاذي. مستحيل، سبورتاكس أنقذني أنا. أيضا وأنا. مهلا، لم ينقذني أحد. لماذا لم ينقذني؟ ماذا عن حاجتي لينقذني أحد؟ حاجتي، حاجتي، حاجتي. حصلت على ما تريد. شكرا سبورتاكس. واو، رائع سبورتاكس، لقد أنقذته. تقوم بأشياء من أجلنا، علينا أن نفعل شيئا من أجلك. لكنني أحب أن أنقذ الناس. لابد من أنك مرهق. كلا، لا أشعر بالتعب أبدا وأنا أساعد أحدا في مشكلة. في مشكلة. هل معنا كل شيء؟ أجل، أظن ذلك، كل شيء في مكانه. لقد قررنا أنك تستحق يوم عطلة. لا أعرف كيف أكون في يوم عطلة. هذا سهل سبورتاكس. راقب جيدا. حسناً، أولاً اجلس باسترخاء، الرأس إلى الخلف. نعم. خذ نفساً عميقاً. لا تفكر في شيء أبداً. أنا لم أفكر في شيء يوماً. زيجي. أو نعم. دع كل شيء. زيجي. زيجي. لم أكن نائماً، كنت فقط أريح عيني. استراحة عمداً. إن الأمر كله يتعلق بالاسترخاء. أنا لم أسترخي يوماً في حياتي. ماذا؟ لا. هيا بنا. أجل، دعيه يرى. زيجي، أنت سيء في الاسترخاء. إلى الخلف، إلى الخلف. حسناً. تعال، لا تقلق، الأمر سهل. ابدأ الجلوس على ذلك الكرسي. ماذا؟ سأجلس ولا أفعل شيئاً طوال النهار؟ أجل، أنا لا أستطيع فعل هذا. يمكنك ذلك، ثق بي. ها ها،
الجلوس ممل جدا. أني أنا سبورتاكس، أحب أن أتحرك. الحركة تنشطني، بينج بينج بانج مستعد ليومي. اقفز بخفة فتصبح قويا. اجلس أرح نفسك، استرخي قليلا، فقد جاءت المساعدة. هيا هيا تنشط، لا للكسل في ليزي تاون. لا لا أنا أسرح، سأهتم بليزي تاون. هيا عبر عن نفسك، أرهم من تكون. استرح العمل ممنوع. هيا هموا لا للكسل في ليزي تاون. لكن لا، حسنا لكنك أنا... في عطلة. طبعا في أراك عطلة. لاحقا أراك لاحقا. أو وسبورتاكس؟ نعم. أعطني البلورة. بلورتي؟ لكن ماذا أفعل لو احتاج إلي أحد؟ لا يمكن أن يحتاج إليك وأنت في عطلة. حسنا، لست متأكدا. ليوم واحد فقط. حسنا، شكرا، استمتع بعطلتك. يمكنني القيام بهذا ليوم واحد. من الأفضل أن أراقبهم فقط لأتأكد. كتب هزلية لك. شكرا. تريكسي ابتعدي عن المشاكل. لا تقلق سبورتاكس، كيف يمكننا التورط في مشاكل؟ مشاكل؟ سبورتاكس يحب المشاكل. أنا سأريه ما هي المشاكل. سيكون هناك الكثير من المشاكل. سيظن أن الحياة هي عبارة عن مشكلة. مشاكل مشاكل مشاكل. إنها حلوة، كنت قد نسيتها. يا رفاق، يظن سبورتاكس أننا سنتعرض للمشاكل في غيابه. ماذا لو حصل ذلك فعلا؟ صحيح، إذا كان سبورتاكس في عطلة فمن سيهتم بليزي تاون وكل أغراضي؟ كانت هذه فكرتك سفني أجل. لدي فكرة، ماذا لو كنت أنا البطل الخارق؟ كنت أتمرن مع سبورتاكس، انظر. لا مستحيل. راقبوا يا رفاق، هيا لنرى ماذا. لم أعرف أنك تستطيع. ترى رائع جدا، جيد جدا، مثل سبورتا ستيفاني حقيقية. هيا له من اسم رائع. أجل، سأعود فورا. عجبا، إن كانت هي من سيحمينا فنحن في مشكلة كبيرة. أغراضي أيضا. أجل. عمي، أحتاج إلى فطور صحي. أجل أجل، لنرى ماذا لدينا هنا. شكرا. تفضلي. ماذا لدينا هنا؟ فطائر. طبعا، لماذا قررت تناول الفطور؟ أقصد بهذه الحماسة. سأكون بطلة ليزي تاون الخارقة. إذا تناول المزيد. يحتاج البطل الخارق إلى الكثير من الطاقة. إذا ما هو الزي الذي سترتدينه؟ الزي، نسيت أمره كليا. سأعود فورا. يوجد لعبة في الداخل. ديناصور مخيف. حسنا، ما رأيك في هذا؟ برافو. ما
الذي أفكر فيه. مرحبا سيد ديناصور، هل تريد تناول الرقائق هذا الصباح؟ تفضل. ما رأيك في هذا؟ أوه ستيفاني، توقفي عن التسلية. سيد ديناصور، انظر انظر إلى هذا. ترى هذا هو. شكرا عمي. لكن ستيفاني، إذا كنت أنت البطل الخارق، ما الذي سيفعله سبارتاكس؟ هو يستمتع بعطلته. أجل، قلت عطلة؟ يمكنني أن أفعل هذا، يمكنني أن أفعل هذا. أجل، حسنا، انتهت دقيقة من فترة العطلة، بقي فقط 4000 من الدقائق. سبارتاكس، من المفترض أن تستريح. أوبس، أنا أفعل ذلك. نعم نعم، أنا أستريح. هذا مريح فعلا، أعجبني الأمر. يمكنني أن أفعل هذا. حسنا، كيف سأنقذ أحدا إذا كنت أشعر بالخوف؟ لقد نجحت. إذن سبارتاكس يبحث عن المشاكل. إذن سأعطيه مشاكل مع 4 أرجل، ذيل صغير، وأسنان مدببة كبيرة. سوف أصنع كلباً آلياً شريراً جداً، سوف يهجم علي عند سماع كلمة مشاكل. Mm-hmm.
هل أنت كلب جيد؟ لا، أنت كلب سيء. حسناً، والآن سأحرك المفتاح. واحد، اثنان، ثلاثة. مشكلة. لا لا لا، مهلاً مهلاً، توقف، أرجوك توقف، قلت لك توقف، مهلاً مهلاً. كلب لطيف. تشغيل. سوف يكون يوما رائعا جدا مع صديق الكلب إلى جانبي. سنقلب ليزي تاون رأسا على عقب، أليس كذلك أيها اللطيف؟ ها؟ هذا صديقي الوحيد وهو شرير بالتأكيد، مغرم بالأحذية، هي له كالتحذية. ماذا؟ يسير في الشوارع، يعض الناس ويصارع، يمح، يلهث، يفاجئ، يشم، يظهر أنيابه ويهاجم. كلبي الصغير أحبه، أشاهده وأطفئه، ينبح دوما 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 ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. في الشمس تلمع أنيابه، الكل يخافه ويهابه، البراغيث تملأه، وفي القتال تساعده. سبورتاكس سأهزمه، أنا وكلبي سنحطمه، مع خطاتي الذكية سأجعله يرحل من هنا إلى الأبد. أحب كلبي الألي الشرير والوحشي، ينبح دوما 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 ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. مرة أخرى، دوما دوما ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. تفضل. استرخي فقط سبورتاكس. حسنا، جاهز؟ ها. إنها جيدة. أعجبتك سبورتاكس؟ ماذا؟ إنها جيدة بالفعل. ماذا تتوقع؟ أنا دمجتها. هذا قليل من الموسيقى الصاخبة والمزيد أيضا. أجل. لا مشكلة أبدا. مشكلة. مشكلة 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 مشكلة. أنا سبورتاكس، أحب أن أنقذ الناس كثيرا من المشاكل. مشكلة. مشكلة 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 مشكلة. كلب جيد، أقصد كلب سيء. يا ليزي تاون، أنا سبورتا ستيفاني. زي جميل جدا. جميل، إنه رائع. شكرا لكم. من ستخلصين أولا سبورتا الصغيرة؟ أنا؟ من يحتاج المساعدة أولا؟ عجبا. وقعت تلك الهرة في الشجيران. لا تقلقي أيتها الهرة، سأنقذك. واو، حركات جميلة.
أنت بأمان الآن أيتها ال... عمل رائع ستيفاني، أنت بطلة رائعة. لكن خلصت ريشة تنظيف الغبار. حسنا، هذه بداية. واحد، بورتاكس. اثنان، ثلاثة. بورتاكوك، أين أنت؟ أربعة. لدي مفاجأة لك. خمسة. لابد من أنه هنا في مكان ما. متأكدة أنه يجب علينا أن لا نأتي بسبورتاكس في حال حصل شيء ما؟ لا، سنعطيه عطلة مهما جرى. لن يحدث شيء آخر اليوم، لن تقومي بإنقاذ حقيقي. إنقاذ حقيقي؟ ما هذا؟ أين هو سبورتاكوك؟ سبورتاكوك؟ أقصد سبورتا. ذلك الرجل. أياً كان، هل يقصد سبورتاكس؟ أبحث عنه في كل مكان. هو ليس هنا، إنه في عطلة الآن. قلت عطلة؟ لا أصدق هذا. لا يوجد بطل خارق عندما تحتاج إلى واحد. بلى يوجد. تترارا، أنا. أنت؟ ما المضحك؟ أنا سبورتا ستيفاني، أحل مكان سبورتاكس في حال حدوث أي مشكلة. مخيف جدا. لم أعرف أنها تركض بهذه السرعة. ولا أنا. اهربي اهربي، انه كلب مرعب. اهربي اهربي. هي ليست سبورتاكس، لكن هذا افضل من لا شيء. علي ان اهنئ نفسي على ما فعلت هذا اليوم. اهربي اهربي، انه اظن انني ساذهب واشتري المثلجات. في الواقع المثلجات مذهلة. أنا قلت مذهلة وليس مشكلة. قلت مشكلة. قلتها مجددا. ماذا؟ أنا في مشكلة. أحمل المسؤولية لسبورتاكس. آمل أن يمضي عطلة سيئة جدا. تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون وعشرة آلاف. موسيقى رائعة للتمرين، لكنني في عطلة. علي أن أسترخي. وعدت الأولاد بأن أسترخي. لا أستطيع فعل هذا. تعال تعال. اذهب من هنا، هيا. آه.
أي لا اذهب من هنا أيها الوحش الهمجي كان يجب أن أصنع ساندويشاً بدلاً منك أيها المتوحش لا اذهب من هنا اذهب من هنا اذهب انظرا لقد تسبب الكلب في احتجاز روبي فوق تلك اللوحة إنه في مشكلة حقيقية الآن ماذا سنفعل؟ ماذا؟ يمكنني النزول الآن نحن في مشكلة حقيقية الآن تلك الكلمة تتسبب في غضب ذلك الشيء هيا بنا هيا بسرعة ماذا سنفعل؟ هيا بسرعة هذا الكلب ليس لي هيا أسرعي سيصل أهربا اصعدا هيا هيا بسرعة اصعدا على السلم هيا اصعدا بسرعة هيا أغلق الباب بسرعة أسرعي أغلق الباب هيا هيا هذا مرعب هذا مرعب كلب مرعب كلب مخيف يجب أن أفعل شيئاً ذاك الشيء لكن ماذا سأفعل؟ أنا عالق لا يمكنني النزول إلى الأسفل أو لا سوف أبقى عالقا هنا إلى الأبد رجلي لن تلمس الأرض مجددا العصافير ستبني عشاشها على رأسي والأولاد سيمرون من هنا وينظرون إلى الأعلى ويقولون انظروا إنه رجل اللوحة الأبلة النجدة النجدة ستيفاني ساعدينا ولكن ماذا يجري؟ سوف أرى ماذا يجري يوجد كلب متوحش هنا تفضل خذ بلورتك واو الجميع في لا تقل هذه الكلمة لما لا عندها سوف يهاجمك الكلب حسنا الآن انتهى وقت العطلة هل أنت جاهزة؟ أجل هيا لنفعل هذا أنا جاهز ستيفاني هيا أركضي ستيفاني أنت أنقذي الأولاد وأنا سأنقذ روبي حسناً
هيا يمكنك القيام بهذا. كنت تصلين. رابي. مرحبا يا رفاق. نعم سبورت استاذ. لا تفتح الباب. لا تفتح الباب. ما الذي سنفعله؟ ستيفاني. تريكسي أجل اربطيني جيدا. لا مشكلة. ماذا ستفعلين؟ سأنزل الآن. أجل سيأكلك الكلب على الباور. كوني حذرة. حسنا جيدا. ربي أنا قادم. نوب نوب. واو واو. رابي. رابي انزلق على هذا السلم. لا هذه خدعة. لا ليست خدعة. يمكنك أن تفعل هذا. لا ستدفعني لتتخلص مني. لا لن أفعل. هيا ثق بي. هيا هيا. لا. واو. اترك رجلي. أنا أحاول أن أساعدك رابي. أنزلوها. حسناً. يمكنني أن أراها. يمكنني أن أفعل هذا. أنزلوني. أنزلوها. هيا. حسناً هل أنت جاهز؟ و خطوة أخرى بعد. لا بأس. حسنا رابي هيا انزلق. لا 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 لن أفعل هذا. لن أفعل هذا. هيا. لا لا تدفعني. لا تدفعني. أنا لا أدفعك لكن عليك أن تنزلق إلى الأسفل. لا. لن أفعل هذا. لن أفعل. سأفعل. أمي. معلقة أمام الكلب. ارفعوني. ارفعوه. ارفعوني. ستيفاني كرة القدم. لا تحركي. والآن إلى الأسفل. تمكنت منه. أجل. عمل جيد ستيفن. سأتي على الفور. والآن لا يمكنه النزول أبدا. سبارتاكس. أجل. نجحت ستيفاني. لقد أنقذتني. شكرا جزيلا لك. علي الاعتراف يا زهرية كنت جيدة. أجل. حسنا أحدهم ساعدني قليلا. يا رفاق أظن أن ستيفاني تستحق الكرة. نعم. شكرا. سبورتاكس آسفة لأنني أفسدت عطلتك. حسنا إنقاذ الناس هو أفضل عطلة بالنسبة إلي. ربما بالنسبة إليك لكن بعد ما حدث اليوم أظن أنه أنا من يحتاج إلى عطلة. ما استدير بعد غنوصات فيك مصافيك.
لست إلا مسببا للمشاكل. مفكرتي العزيزة، اليوم كان يوما رائعا. هاي، الثامنة وثمان دقائق، حان وقت النوم، يجب أن أنام. السرير. علي أن أنام لأحصل على الطاقة التي أحتاج إليها. ماذا؟ آمل أن تكون مرتاحاً. نمت جيداً ليلة أمس. أشعر بأن بإمكاني القيام بأي شيء. سآكل شيئاً حلو المذاق. هذه هي طريقتي لأبدأ نهاري. أهلاً إلى ليزي تاون، الأجمل في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحواض، ستفرح في ليزي تاون. يا للهول، إنه عيد ميلاد الأنسة بزبادي ولا أعرف أي هدية أشتري لها. يا أولاد، ألم يحن وقت الاستراحة؟ يا رفاق، آسفة عمي ميلفورد، كنا نسمع الموسيقى. هناك أمور كثيرة تشغل بالي. كهديات عيدي بس. أجل. إن أفسدت الأمر كما فعلت السنة الماضية لن تتحدث إليك مجددا. لا تذكريني. أنسة بزبادي، عيد ميلاد سعيداً. سهل دوار الشمس. لدي حساسية تجاه دوار الشمس. عمي، ماذا؟ نعم ستيفاني. أعطتك بسي هذا الكتاب لتجد فيه فكرة لهدية لها، لذا لنبدأ العمل. إنه كتاب كبير فعلاً. هذا باهظ الثمن. قد يتحطم هذا سريعاً. هذه فكرة جميلة. أنا متوتر لأخبز هذا القالب، وورطتي أكبر من التي وقعت بها سابقا. لا تقلق عمي ميلفورد، سنهتم بالأمر، صحيح يا رفاق؟ مرحبا. سنبدأ الحدث. أنا أجمع معلومات حول الطهو. أنا. ستجهز الكعكة خلال وقت قصير. انتهت المرحلة الأولى. خبزنا الكعكة. التحليل، إنها من دون زينة. لا تلمسها. ابتعد. لا تلمسها. يا رفاق، انظروا، أحضرت كل المكونات الشهية. بعد المراقبة الدقيقة تحتاج إلى قشدة. أجل، حتماً. لا تنزعها. هذا جيداً يا رفاق. لا، توقف. أرجوك. توقف عن هذا. أعطي إياه ولا تفعل هذا مجدداً. هل فهمت؟ هذا جميل. ما بك؟ أبعد يدك. هذا رائع. ما الذي يجري؟ رائع.
سوف أفعل ما يحبك. ماذا يحصل هنا؟ أحدهم في مشكلة. مرحبا، أراكم بالطعام. أكلوا كمية من السكر. واضح أنهم أكثر من السكر. حسنا. انتبه إلى رأسك. توقفوا. الطعام للأكل وليس للرمي. نحن آسفون. انظر، لقد حضرنا كعكة جميلة. إنها من أجل عيد بسي. أوه، لن تكلمني الآنسة بزبادي بعد اليوم. واو. حاولوا مجددا، لكن من دون إحداث الفوضى. سأنزع عيدان السكاكر الجميلة هذه، قد أحتاج إليها. وفر بعضا منها لوقت لاحق زيجي. حسنا. حظا سعيدا. شكرا سبورتاكس. شكرا سبورتاكس. لكن لا تستسلموا. حسنا. إلى اللقاء. السلم. فلنخبز الكعكة الآن. نعم. سأزيد هذه، منظرها جميل. تجعل الطعم أطيب، ليس لها مثيل. سأضع المكونات ودع الباقي لي. أنا حذر جدا، ألا ترى يدي؟ تحضير الحلوى سهل، وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإن عمت الفوضى. اتبع التعليمات، تطبخ أشهر الحلويات، طعمها والأشهى. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. إن الطبخ كالعلوم، معدات ومكونات. كل مادة تضيفها تغير النكهات. تحضير الحلوى سهل، وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإلى عمات الفوضى. اتبع التعليمات، تطبخ أشهر الحلويات، طعمها والعشرة. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. طعمها والعشرة. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. استخدم كتاب الطب. كعكة. أشم رائحة تستحق أن أنهض من أجلها. كعكة؟ ما من كعكة هنا؟ لقد أكلتها كلها البارحة. كعكة؟ إنها كعكة جميلة جداً. ينتظر أحدهم ليأخذ منها قضمة. ربما يجب أن أخبز كعكة بشوكولاتة شهية ولزجة. لا، سأسرق كعكتهم بدلاً من ذلك، وسوف تكون الكعكة المسروقة أشهى بكثير. الكل يعلم ذلك، وأنا أيضاً كيف أتخلص من ذلك المتطفل سبورتاكس. لقد حان وقت التنكر.
هذا مخيف جدا. أوه، كثيف الشعر جدا. أوهو، وهذا فرح جدا. أوه، هذا خرافي جدا. لا 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 لا. زي محقق، ممتاز. سآكل الكعكة وأجد طريقة أجعل فيها الجميع يظن أن سبورتاكس فعل ذلك. ممتاز. فلنرى. انتهينا من تحضير الكعكة لعيد بيسي. نعم. ستفرح آنسة بزبادي. اتصل بها وفاجئها. أجل، وعندها ستأتي فنأكل من هذه الكعكة الجميلة. اتصل بها، اتصل بها الآن. نعم، ربما تعاني حساسية على الكعكة. لا، هذا سخيف. هيا اتصل بها. هيا هيا بنا. هيا. ألو، ألو، إنها ليست في المنزل. عليك أن تطلب رقمها يا عمي. أجل، أجل، طبعاً. 5 1 6. قد فعلت. ألو، ألو، آنسة بزبادي معك. ميلفورد، ميلفورد مينزويل العمدة. أجل، كنت أتساءل إن لم تكوني منشغلة وإذا أردت. قد لا تستطيع أن. أنا كنت أتساءل أين تودين الذهاب؟ لا، كل هذا لا. أحب زهر دوار الشمس. يا للهول. ألو، أود أن أدعوك إلى منزلي لأضع لك ذبابة في عينك. ليس ذبابة، بل مفاجأة، مفاجأة جميلة. أجل، لذا تعالي إلى منزلي بأسرع وقت ممكن. حسناً آنسة بزبادي، إلى اللقاء. سوف آتي في الحال. وقت الاحتفال. إن معدتي متشنجة. هيا استرخي وابقى هادئاً. يا له من يوم جميل. إنها آتية، إنها آتية. تحضروا، تحضروا. حسنا، إنها آتية، إنها آتية. دي 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 دي. أتيت حالما استطعت أيها الرجل الرائع. أقدمت مفاجأة لك، مفاجأة لذيذة. أنا متشوقة جدا. ما من زهر دوار الشمس. إنما عيد ميلاد سعيدا. أين اختفى؟ كانت هنا. زيجي، دعني أرى ما في فمك. لا، أنا لم أكل. أنت أفسدت علي عيد ميلاد آخر. آنسة بزبادي، كعكة، هناك لصوص حلوى. ولكن من أنت؟ أها، أنا تشلوك فولمز المحقق. من؟ الخطوة الأولى لاكتشاف سارق كعكة محترف هي إيجاد أدلة تتعلق بالكعكة. رافقوني من هنا. هيا فلنفعل هذا. هيا، فلنفعل ذلك. ألن تأتي معنا يا عمي؟ سألحق بكم. أنت، أنت يا صاحب القبعة الزرقاء، دعني أرى يديك. إنها قشدة. ماذا؟ ارفع يديك يا سارق الكعكة، أنت قيد الاعتقال رسميا. أنا لا أحب القشدة حتى. إذن ما هذا؟ طلاء أصابع؟ أعرف طعم القشدة، وهذه قشدة. أها، لم يسبق أن رأينا سارق كعكة في ليزي تاون. أها، ابتعد. لم أتأذى. حسنا، ماذا؟ عقدت الجلسة، يترأس الجلسة حضرة القاضي العمدة المحترم. حسنا، حسنا. يحصل.
أليس صحيحاً أن أحداً لم يرك لا تسرق الكعكة؟ كيف لأحدهم ألا يراني أفعل شيئاً؟ إذن تعترف بأن أحداً لم يرك وأنت لا تفعل ما فعلت؟ ماذا؟ هذا ليس منطقياً أبداً. لا أثبت وجهة نظري. لن يصدق العمدة هذا، صحيح؟ غطي عينك اليمنى واقرأ هذا. سبارتاكس هو مذ نون باء. لم أفهم ماذا ماذا؟ وأنا أيضاً لم أفهم ما قال. اقرأ مجدداً. سبارتاكس هو مذنب. شكراً شكراً شكراً. والمذنبون يدخلون السجن. أوه حقاً. لكن لا سجن لدينا في ليزي تاون. لا. حاول أن تجاريني أيها العبقري. ما الذي يفعله؟ ولكن من هو هذا المحقق أصلاً؟ فعلاً. نعم. انظر. دادا ادخل يا صديقي. أيها المحقق، ألا يجب أن تقفل الباب؟ أها، أنتم لصوص الكعكة، جميعكم متشابهون. لقد أكل الكعكة هذا اللص. يا له من نهار، سبارتاكس في السجن كما وخبزنا كعكتين من أجل عيد ميلاد الأنسة بزبادي. يجب أن أجلس. أتمنى أن تحب الأنسة بزبادي الكعكة. من الغريب رؤية سبارتاكس جالسا في السجن هكذا. من الغريب رؤية سبارتاكس جالسا في أي مكان. أجل هذا غريب. ولكن لا يمكن أن تقول أنه قد حصل عدة. زيجي أبصق تلك السكاكر من فمك. آسف، أتناول السكاكر عندما أكون متوتراً. أنت تأكل السكاكر طوال الوقت. هذا صحيح. أكل السكاكر طوال الوقت. لقد وجدتها الآن. أتعلمون أن سبارتاكس يفقد كل طاقته عندما يأكل السكاكر؟ هذا صحيح، ينهار ويصبح ضعيفاً. وماذا يفعل الآن؟ أنا أرى الهدف، التفاصيل، إن الهدف يمارس التمارين الآن. ذلك يعني أنه لن ينهار. نعم. أي أنه لم يأكل السكاكر. صحيح. ذلك يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لم يأكل الكعكة. هذا صحيح. صحيح. لكن علينا أن نكتشف من فعل. أجل، أعلم ما علينا فعله. نجري تحقيقا. أجل هيا. أجل أجل فلنفعل. وجدت دليلا، أثر أقدام. عيدان السكاكر، إنها حتماً دليل. المزيد منها. واو، إنها كالتي وضعناها على الكعكة. قطعة من الكعكة. ما كان هذا؟ هذا عود من السكاكر. وهذا آخر. إن كنت أحلم لا توقظوني. كل عيدان السكاكر تلك والقبعة. إنه من سرق الكعكة. احذروا احذروا ماذا؟ احذروا ماذا؟ تناولت الكثير من السكر. نعم. ما أقصد، لا، المحقق هو من سرق الكعكة. كانت هذه عيدان السكاكر من الكعكة. تجديد المعلومات، سبارتاكس هو بريء. إذن يجب أن لا يكون في السجن. لا، تم تحديد الهدف. الهدف الحصول على مفتاح. أجل. أجل. ستيفاني، ضعي هذا الهوائي على سيارة ستينجي. حسناً. ماذا؟ 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 ماذا تفعلين؟
انتبه لسيارتي، لا أستطيع أن أنظر. سأحرك المقبض الآن. بيكسل انتبه لسيارتي. حسناً. أوه لا، أبعد من اللازم. توقف توقف. هيا إلى الخلف بسرعة بسرعة. هيا إلى الخلف هيا. حسناً أقرب أقرب. يمكنني أن أبلغه الآن. حسناً. على مهل على مهل. هيا. يحاول الوصول إلى المفتاح. اقترب منه. يكاد يلتقط. لا 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 أجل. أجل. نعم. لنذهب. واو. زيجي زيجي. سبوتكس سبوتكس. شكرا جزيلا لك. يمكنك أن تعتمد علي دائما. أنا أعرف هذا. زيجي. نعم. سيأكل الكعكة الثانية أيضا. حسنا، أعلم أي كعكة سنحضر له. اتبعني. حسنا هيا. أرأيتم الأنسة بزبادي؟ سبوتكس فررت من السجن؟ لا، اكتشف الأولاد من سرق فعلاً كعكة باسي. أجل، لقد كان المحقق. أجل، إذا حضرنا مفاجأة لباسي ولسارق الكعكة سنقبض على السارق الحقيقي. أجل، أجل. هيا بنا. هيا لنذهب. هيا. هيا بنا. سأضعها هنا. أشم رائحة كعكة. سيقع في الفخ. الخطط تنجح. خلت أنني أكلتها كلها. كعكة. كعكة أخرى. الخطط تنجح. المزيد منها. والمزيد منها أيضا. تعال إلي أيتها الحلوة. كعكة كبيرة. يبدو وكأنه رابي راتن. إنه رابي راتن. رابي راتن. لا. رابي أنت من سرقت الحلوة. نعم. لا، لست الفاعل. لكن القشطة تغطي لك وجهك بالكامل. أنا أرى هذا صحيح. هذا واضح. نعم. ما يجري هنا؟ لم تعد كذلك. وجهي. آنسة بزبادي، آنسة بزبادي، عودي إلى هنا. أيها العمدة. أجل، ما الأمر سبارتاكس؟ لا تنسى هذه. شكرا سبارتاكس. آنسة بزبادي. ماذا؟ علي أن أذهب. إلى اللقاء. ربي راتن. آنسة بزبادي، عيد ميلاد سعيدا. كعكة، لابد من أنك تمزح معي. أنا كنت أمزح. أنا لدي شوق. أود ذلك. أنا سعيدة. بين بانج ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أقول.